لا يذكر سعد بن معاذ حتى يذكر معه صاحبنا اليوم سعد بن عبادة، فالاثنان من زعماء المدينة، سيدنا سعد بن معاذ زعيم الأوس، وصاحبنا اليوم سعد بن عبادة زعيم الخزرج، والاثنين أسلموا مبكرا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، إلا إن صاحبنا اليوم سيدنا سعد بن عبادة يتميز بميزة أو حدث غريب جدا. فرغم أن سيدنا سعد بن عبادة أحد زعماء المدينة وزعيم الخزرج، وإلا أنه قد تعرض للتعذيب في مكة على أيدي بعض المشركين. والحادثة أن بعد انتهاء بيعة العقبة بعض المشركين آثروا أن يتبعوا هذا الوفد الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا بالفعل أسر سيدنا سعد بن عبادة، إلا إن الذين أسروه لم يكن يعلموا أنه زعيم الخزرج وأنه أحد زعماء المدينة، فقاموا بتعذيبه وربطه وضربه وهم لا يعلمون من هو. فهو زعيم المدينة يجير من يستجير به ويكرم ضيفهم ويحمي تجارتهم ويكرم الضيف من أهل مكة من المشركين قبل الإسلام، ولكنهم لم يكن يعرفون. ولندع سيدنا سعد بن عبادة بنفسه يحكي عن هذا الموقف لنا. يقول سيدنا سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضاء أبيض شعشاع من الرجال، فقلت في نفسي إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا، استبشر به خير يعني. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير، فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني، إذ آوى إلى رجل ممن كان معهم فقال لي: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار؟ قلت: بلى، كنت أجير لجبير بن مطعم تجارة وأمنعهم ممن يريد ظلمهم ببلادي، وكنت أجير للحارث بن حرب بن أمية. قال الرجل: فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما من جوار، يعني اهتف باسمهم يجي ينقذوك من اللي انت فيه. ففعل، وخرج الرجل إليهما فأنبأهما أن رجلا من الخزرج، ما عرفوش ان ده زعيم الخزرج اصلا، يضرب بالأبطح وهو يهتف باسميهما ويذكر أن بينه وبينهما جوار، فسأله عن اسمي فقال: سعد بن عبادة. فقال: صدق والله، وجاء فخلصاني من أيديهما. ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن قبله يهاجر الصحابة، وهنا سعد سخر أمواله كاملة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي ضيافة وجوار إخوته من المسلمين المهاجرين. فكان سيدنا سعد جواد بالفطرة، فهو ابن عبادة ابن دليم ابن حارثة، والذي كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع شهرة. وكان الرواية يقول في جوده هذا سيدنا سعد: كانت جفنة سعد تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته جميعا. وقالوا كذلك في جوده: كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره بالواحد من المهاجرين وبالاثنين وبالثلاثة، يعني بياخد واحد أو اثنين أو ثلاثة من المهاجرين يضيفهم عنده في بيته. وكان سيدنا سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين من المهاجرين. ومن أجل ذلك سيدنا سعد كان دائما يسأل ربه المزيد والزيادة من الخير في الرزق، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. لذلك هو خليقا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. يقول ابن العباس رضي الله عنهما: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها رايتان، مع سيدنا علي بن أبي طالب راية المهاجرين، ومع سيدنا سعد بن عبادة راية الأنصار. ويوم فتح مكة جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على فيلق من جيش المسلمين، ولم يكن يبلغ مشارف أبواب البلد الحرام حتى صاح سيدنا سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة،
اليوم تستحل الحرم. وسمعها سيدنا عمر بن الخطاب وسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه قائلا: يا رسول الله، اسمع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن أن يكون له في قريش صول. يعني خشية أن يكون سيدنا سعد له صولة في مكة في هذا التوقيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه أن يدرك ويأخذ الراية منه ويتأمر مكانه. سيدنا سعد ربما قال هذه الكلمة حماسة حينما وجد جيش المسلمين يفتح مكة، فتذكر ما قد صار له سابقا فيها وما قد صار لإخوته من الأنصار والمهاجرين من عذاب وتنكيل لمجرد أنهم يرفعون ويعلنون عقيدتهم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التف حول سيدنا سعد جماعة من الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار تكريما لهم، بينما أغلب الصحابة قد نزلوا على رأي أن سيدنا أبو بكر الصديق هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخلفه النبي على الصلاة أثناء مرضه، وقد كان هو الرأي الأصوب والأعم والأغلب الذي تم، إلا أن البعض ظل يستنكر هذا الموقف لسيدنا سعد بن عبادة في اتخاذ رأي جماعة الأنصار. وبعد غزوة حنين وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم واهتم بمؤلفة قلوبهم وبالمسلمين الجدد. وهنا تساءل الأنصار في ألم وحسرة ومرارة عن حظهم من الفيء والغنيمة، وقال شاعرهم سيدنا حسان بن ثابت: وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين، إذا ما عدد البشر على ما تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى، عوان الحرب تستعر وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خاموا وما ضجروا. تساؤل في حرج وفي حزن عن عدم إعطائهم من الفيل. ولما رأى سيدنا سعد بن عبادة، وكان كما علمنا أنه واضح وصريح، وسمع قومه يتهامسون، ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيل الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت العطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأين أنت من ذلك يا سعد؟ إذا كان هذا رأي قومك يا سعد، أين رأيك أنت؟ فكان برضو سيدنا سعد بن عبادة واضح وصريح، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا من قومي، يعني أنا واحد منهم في هذا المقصد. فقال له هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاجمع لي قومه. وجمع سيدنا سعد قومه من الأنصار، وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتملى وجوههم القاسية وابتسم بسمة متألقة، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال رسول الله: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، آتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك، وطريدا فآويناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تآلفت بها قوم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هنالك بكي الأنصار، بكوا حتى أخضلت لحاهم،
وصاحوا جميعا ومعهم زعيمهم سعد بن عبادة، رضينا برسول الله قسما وحظا. وفي الأيام الأولى لخلافة سيدنا عمر، وبصراحة سيدنا سعد بن عبادة المعهودة ذهب إلى سيدنا عمر وقال له: كان صاحبك أبا بكر والله أحب إلينا منك، وقد والله أصبحت كارها لجواره. فرد سيدنا عمر في هدوء: إن من كره جوار جاره تحول عنه. وعاد سيدنا سعد فرد عليه قائلا: إني متحول إلى جوار من هو خير منك. وهنا رغم حدة الحوار إلا إن يشمله المحبة والطاعة وعدم خلع البيعة، بل تطبيقا لقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وبالفعل بيتحول سيدنا سعد بن عبادة ويشد رحاله إلى الشام، وما كاد يبلغ وينزل الأرض حوران حوران حتى دعاه أجله وأفضى إلى جوار ربه، رحم الله سيدنا سعد بن عبادة زعيم الأنصار.